IFM. Impossible مع برهان. السبعة وسبعة دقائق تسمعوا فينا على EFM. EFM في حلتها جديدة، في طاولتها جديدة، في ديكورها جديد. هذه إيميسيون إمبوسيبل، حلقة الاثنين 2 جانفي 2023، عام جديد إن شاء الله بعود عليكم بالخير بالبركة بالتجديد بالتفاؤل بالطاقة بالموجة الإيجابية. نصبح على الفريق وهو محاط بطاولة جديدة وجو جديد وديكور جديد. هذه إيفام في حلتها جديدة وهي تحتفل بعيد ميلادها وتستقبل العام الجديد. إن شاء الله يا رب يعود على الناس الكل اللي يسمعوا فينا على الكياس، اللي يسمعوا فينا عبر إيفام تي في، اللي يسمعوا فينا في كل أنحاء العالم بالخير والبركة. زياد الهاني، صباح النور. يا صباح المسك والعنبر، يا أحلى صباح، يا صباح الورد والمحبة، صباح الخير كل أهل الخير، كل مقصد الثيم تاع خير إن شاء الله رب يوفقوا فيها. وإن شاء الله العام هذا يكون عام، العام الجديد إن شاء الله يكون عام انفراج، يكون عام فرج على البلاد إن شاء الله. وإن شاء الله بداية الفرج يكون بشوية أمطار أكيد، اللي تنعش الأرض وتنعش القلوب والعقول. وين عديت رأس العام زياد؟ في الدار، في الدار، في الدفء العائلي مع العائلة مع كذا، وتعدى سفا باهي كذا. فرشت في اشتريت التلفزة ولا ما شعلش التلفزة في السهرية؟ والله ما تبعناش التلفزة، لأن كنت لما فيني لما فهمت عائلية، وما تعرف وقت اللي تلتقي العائلة تهيج الأشواق والناس عندها برشا في تبقى تقابلتش ببعضها، تولي تتبادل فدي أخبارها وش عندها وش ما عندهاش، وشوية ضحك وشوية تفدليك وشوية ما يلقاش الوقت لحد التلفزة، ما تلقاش الوقت التلفزة. واضح. يلا نجيب تزيري، صباح النور. صباح الخير برهان، صباح الخير المستمعين الكل، صباح الخير لك الكل. يا ربي العمل عليك وشدة فيك. أي. إن شاء الله عام سعيد مبارك. أي. وإن شاء الله عام الانطلاق نحو الازدهار ونحو من حي الانطلاقة، من حي الانطلاقة، زيد أكد الانطلاق من الانطلاقة. وربي ينصرنا. وربي إن شاء الله يعطينا الوقت الطيب. طيب. وإن شاء الله المستمعين الكل يكون لهم عام الخير وعام الانطلاقة لمشكلات اللي صارت في 22 ما تتعودش إن شاء الله يا ربي. وفما كالخير، فما كالخير. وين عديت رأس العام نجيب؟ في الدار، في الدار. فرشت في التلفز ولا؟ فرشت في التلفز. مع شكون سهرت في منوعات؟ أنا اكتشفت منشط كبير برشا بالجد، منشط عملاق. شكون؟ وليد زريات. لا، وليد زريات هذاك رجولية، هذه حاجة خارج المنافسة. يعطيه الصحة وملاك زاد معه، وملاك عداوا سهرية باهية على قناة التاسع الزوز. أي من أفضل السهريات تو معناتها، من أفضل السهريات. 14 بلوس ما تفرجش فيها، ما شفتش الأخ عليه واحد وكذا. أنا ما نجمش نشد الكومود وليد زريات في التلفزة. ملا لعب. هاي الارتباطات، هاي الوفاء، هاو زميلنا وحبيبنا وليد زريات. أنا ذواق نشيخ كي واحد تلقيه. لكن فما روح يفهم في الموضوع، معناها في تنشيط وليد فما روح يفهم. ما في باليش وليد يخدم في اليفهم. أبو ما عندكش بيه حتى علاقة أنت هكا تشكر فيه هكا معناها. لأنه مبدع. مبدع. يلا غفران بنوس، صباح النور. صباح النور، صباح الفل، أشرقت الأنوار، إن شاء الله عامكم مبروك يا ربي، وإن شاء الله العام هذا يكون عام النجاحات. إن شاء الله. أنا الحق نحب نقول ميرسي للأولاد اللي تقريبا وقت اللي نحن نعديو في رأس العام هما قاعدين لهين يركبوا في استوديو والكل. نحب نحييهم ونقولهم يعطيكم الصحة. يعطيهم الصحة. كجر قيتو توا مسكين ما قدر على نهارين القد كان ساعة بركة باش وصلوا حضروا هالستوديو اللي تشوفوا فيه توا، سورتو اللي تشوف فينا على EFM TV. استوديو جديد في حلة جديدة، طاولة جديدة، تكنولوجيا أمامنا، يعني تكنولوجيا بتاع الـ 3D هذه، الشاشات الثلاثة هذوما قاعد تشوف فيهم سي نجيب، وأنت خبير في التكنولوجيا التي لا تكذب معناها.
غفران تفرجت في التلفز تفرجنا عديت راس العام عديتهم مع أصحابي في داري أي سيدي أي ألمان وكذا مش مع مدني تتأمروا كالعادة أي عملنا جو قاعدة شباب شباب قاعدة شبابية قعدت باهية الأمور بهيكلة جات نص الليل صحتوا نص الليل ما رقدناش قعدنا سبعة متاع الصباح هكا سيدي محلي نهار أي العام استقبلناه قررنا أنه باش نستقبلونا احنا فايقين ما نرقدوش تريبيا تريبيا أنا صبحت حتى من غدوة ولأول مرة يعني كنت حتى تقريبا في حياتي خاطرني ما نصبحش انا من 10 نرقد ولكن المره هذه قلت بربي خليني وهذا شيء تسمى نجيب كل شيء طيب. لا 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 بجد بجد معناها الواحد في عوض العباد ترقد على روحها بكري وتقرا وتقرا شويه هكا وادعيه بالعام الجديد وكذا شنو هذا شو تسمى الحكايه حتى هو في جانفي حتى هو في والناس تقوم والله والناس تقوم عام العباد من افعال غفران واصحابه يا ربي تاخذنا من افعال هاله هاله تو باش نهزوا يدينا هاله باش نهزوا يدينا كالعاده مش على خاطر الديكور تبدل بقات نفس العاده ان شاء الله نستحفظوا عليها يا ربي ونتباركوا بها والناس الكل باسمهم نقول اللهم كفئني بعد الصبر أمين أمين وأسعدني بعد الحزن أمين وأرحني بعد التعب أمين اللهم اخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك اللهم أني أعيد قلبي من وحشة الدنيا وكدرها اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني وقوني ولا تفجعني في مستقبلي وافتح لي الأبواب المغلقة فإنك قادر على كل شيء يا رب المعجزات عامكم سعيد مبارك إن شاء الله هذه ميسيون امبوسيبل 37 دقيقة حلقة الاثنين 2 جانفي 2023 النقل مهم اليوم للأسف صبحنا والإضراب يبدو وسائل النقل وسائل النقل النقل الريفي التاكسيات وغيرهم زاد حتى الكيران زاد الجيجية والطيارات الدنيا كلها اليوم صار وقفة احتجاجية حضروا الاضراب اي لكن مازال وقفة احتجاجية وبرا ما يخدموا الكيران على طول النهار لا نجيب نتأكدوا خلينا نشوفوا نفوت رفيق مع شيماء وبعد نتأكدوا مع جماعة النقل ونشوفوا الوضعية متاع النقل اليوم في تونس في بداية العام الجديد من 7 ل 10 متاع الصباح إميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو 17 دقيقة تسمعوا فينا في إميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو اي اف ام في حلتها جديدة في ديكورها جديد في استوديوها جديد كي تفرجوا فينا اليوم على اي اف ام تي في ولا تسمعوا فينا على موجات اي اف ام احلى راديو كونغرس اللورداد معبي اليوم بالاخبار ماذا بيا كنت نبدا بالموجه الايجابيه لكن للاسف كونغرس اللورداد باش نبدا بالوقفه الاحتجاجيه لجماعه النقل مره اخرى المواطن التونسي في امتحان النقل كونغرس اللورداد هو الاضراب يبدو نهار 25 و26 نهارين هكا على ما مقررينه برا وبحرا وجوا لكن باش يبدا اليوم عن طريق الوقفه الاحتجاجيه اللي يبدو انها ستدخل اضطراب على وضعيه النقل في البلاد باعتبار الناس كل مدعوه للحضور في الوقفه الاحتجاجيه هذه النقل البري النقل الجوي النقل البري بمختلف اصناف وحتى سكه الحديد والمترو والكيران نجيبه صلحني كاني غلط اليوم الله غالب مواطنين تونس تحضروا رواحكم للاضطراب في حركه النقل زيدون كيف تعلق على هل انا مانيش باش نتناول الاضراب من حيث المشروعيه فهمتي نتاعو لسبب سي تي اس هو حق في الدستور اكيد ونعتبره حق طبيعي باش كل انسان فهمتي معناها في اطار القانون يدافع فهمتي على حقوقه لتحصيلها اذا كان الباب نتاع التفاوض ما لقاش طريق لكن نحب نلاحظ زوج حاجات ونعاود مره اخرى فهمتي ناكد انه للاسف الشديد من 2011 فهمتي لليوم المبدا نتاع الاحتكام الى اللجنه هذيك نتاع التحكيم اللي نص عليها في القانون واللي في صوره عدم التوصل الى اتفاق في موضوع معين لا يتم الذهاب للاضراب مباشره والا ما يحال يمكن يحال موضوع على لجنه التحكيم وهذا رئيس الحكومه او الوزير حسب مجال الشغل هو اللي يقوم به ولجنه التحكيم توقف الاضراب هذايا
والقرار نتاعهم في بعد يكون ملزم في الجميع، هذا ما تمش. والحاجه الثانيه في بيناتنا زياد، انت معناها قلتها قداش من مره، لما حصل حتى مره راهو حتى من قبل 2011، بعد 2011 التقليد هذايا بتاع اللي موجود في في مجله الشغل انه نتوسطوا انه ثم لجنه بتاع وساطه ما تعمل في حتى في مره في هذية. في 2011 ما كانش تم فهمتني حاجه، قبل 2011 ما كانش تم حاجه فهمتني ليه ليش؟ لانه اغلب النزاعات الشغليه كان ثم توافق ما بين السلطه وما بين الاتحاد العام لتنظيم الشغل، وكان ثم مفاوضات دوريه، واغلب النزاعات الشغليه لها فهمتني حل. بعد 2011 ولات الامور فهمتني مسيبه. زياد الحب نسالك بوضوح قبل الاثنين نتاعك، نحن امام اضراب سياسي ولا اضراب نقابي في تقديرك؟ بالنظر مع التصعيد اللي موجود في خطاب الاتحاد العام لتنظيم الشغل، مع التصعيد في خطاب القياده النقابيه، مع تهديد ان باش نهبطوا للشارع، مع تقريبا اليوم ما عادش نجموا نحكيوا على تواصل، اليوم فما قطيعه بين الحكم وبين الاتحاد العام لتنظيم الشغل، لين درا هذه المقدمه من خلال احدى ابرز القطاعات اللي هي مواليه للقياده النقابيه وهي قطاع النقل، ولا ما نبالغوش برشا، مطالب نقابيه موجوده، الوضعيه بتاع خدامه النقل وضعيه متدهوره كما وضعيه برشا قطاعات، وهاك تشوف في فرنسا الاضراب، هاك تشوف في بريطانيا الاضراب، مش بالضرورة إضراب يعني عركة سياسية، لا عركة نقابية تميل الآن وجهة نظر زيدون. شوف أنا وقت اللي أنت تعمل حركة احتجاجية تمشي توقف بها في حركة النقل هو هذا ضرب، شو الضرب هو؟ هو التوقف على العمل. أيوة. أنت تسميه حركة احتجاجية ولا تسميه في كذا، ما دام توقفت عن العمل أيوة. وبالتالي عطلت مصالح في معينة فأنت بدي قمت بإضراب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شكون يدفع في الثمن؟ أيوة. هو المواطن. علاش؟ شكون اليوم وقت نحكوا فني عن النقل الضرب، النقل العمومي مش النقل الخاص، شكون اللي يركب في النقل العمومي؟ الناس اللي بس عليهم، الناس اللي بس عليهم عندهم كهرباء وما عندوش كهرباء، ما عندوش يقف فني تاكسي. وقت اللي يقع ضرب في الصحه، الصحه العموميه، شكون يدفع الثمن؟ المواطن اللي يمشي للسبيطار، اللي بس عليه يمشي للكلينيك ولا يداوي في الخارج. وقت اللي يقع ضرب في مؤسسات التعليم العمومي، شكون يدفع الثمن؟ ابن فهمتني الشعب اللي قري في ابنائه في المدارس العموميه، اما اللي قري أبنائه في مدارس الخاصة هو بمنأى عن ذلك. يعني الله. نحن الشعب قاعد ينكل بالشعب باسم هالأضرابات في هذه اللي الناس كل مضرة منها. نجيب نعود لك سؤال، إضراب سياسي ولا نقابي هذا؟ أي برهان اليوم فين جانفي أي. ويا ربي العمل عليك والشدة فيك بداية سنة جديدة أي. وفي تقديري يلزمها تكون سنة الانطلاق للشعب هذا، لأنه كل ومل 10 سنين الامور مش هي. اليوم ابو رهان الوقفه الاحتجاجيه اللي قررتها جماعه النقل تحضير الاضراب 25 و26 واللي عملت ارتباك حقيقي في حركه النقل، زعما ان شاء الله ان شاء الله لا فهم مصباح فمصباح احنا شفنا شويه مصباح وبرهان اليوم التلم ذات رجعوا يقراوا، الطلبه رجعوا يقراوا، الناس بروح جديده وبحلم جديد داخل العام الجديد تزامن ايضا مع ضرب التاكسيات والنقل الريفيات وكذا. اليوم زاد التاكسيات، زاد صباع التاكسيات وكذا. لهنا نقول لهم اتقوا الله في هذا الوطن، اتقوا الله في هذا الوطن، لانه هي الدنيا كل من البدايات. باهي ابار نجيب اتقوا الله والكلام الشيء. هاو جايك الحديث حسب رايك، هاو جايك الحديث باش نوصل للسؤال بتاعك. في القطيعه السياسيه والا مطلبيه نقابيه عاديه كما في العالم الكل اليوم، العالم الكل يشهد تصعيد في الاحتجاجات، فرنسا في المتروات الترينوات، بريطانيا كيف كيف، علاش لهنا انت تميل للوين؟ للسياسه ولا للنقابه؟ في بدايه السنه الاداريه اي ولا الارباك في النقل ما تقوش الله، اذا نمشيو للسياسه معش مطالب نقابيه، المطالب النقابيه هاو عندك ضرب 25 و26. منبهك يا نجيب، منبهك، عنده 3 شهور وقطاع النقل عندك ضرب 25 و26، تنجم تعمل الوقفه الاحتجاجيه، تنجم تعملها نهار الخميس، تعملها نهار الثلاثاء الجايه، تعملها نهار الاربعاء، اما مش اول رجوع يا ربي العمل عليك والشده فيك بدايه سنه اداريه جديده، انك الصغيرات فرحانين باش يرجعوا يقراوا، الطلبه فرحانين الناس باش ترجع تقرا، الخدامه باش ترجع تخدم، كنا في عطله بتاع نهايه راس السنه. رساله من نور الدين طبوبي للقيس سعيد. نور الدين طبوبي مازال يلعب في اوراقه الاخرى اللي هي جامعه النقل. اش معناها اش تقصد؟ معناتها الجامعات نور الدين طبوبي هرب عليه شويه، وين نتحدى هو ينجم يعمل ضرب في التعليم؟ هاو خويا بالفرشه انت ما زاد هالكاموفلاج، هالكاموفلاج هذا الوحيده اللي مازال ينجم يدره بها شويه الخواطر هي جامعه النقل. تستفز في القياده النقابيه، تعرف انت القياده النقابيه
ما عنديش جماعة النقل فقط. إيش عندك؟ الناس اللي انتخبوها في المؤتمر ما هم أنا ومؤتمر صفاقس مؤتمر أنا ومؤتمر أنا ومؤتمر قطاعات عديدة أنا ومؤتمر البنوك المالية الصحة أنت سمعت التدخلات بتاع معظم أعضاء المكتب إيش بيه؟ هاي هذوك الصحة والقطاعات هذيك شنية تابعة لشكون؟ تابعة للمعارضة النقابية. خليني أنا نحب نفهم معاك نجيب اليوم. نحن في مرحلة العودة في علاقة الاتحاد بالحكم وإلا لا في جانفي هذا جانفي اللي تصنعت فيه محطات كان الاتحاد العام طول الشغل يعني حاضر فيها بقوة في تاريخ تونس كي الاضراب 25-26 الإحالة الجانفي 26 جانفي 78 غدوة عند 3 جانفي 84 اليوم فما إحياء لأجواء جانفي التاريخية من منطلق بخلفية سياسية وإلا لا عادي تحركات نقابية اجتماعية في هذا الوضع الاجتماعي المدهور. أنا في تقديري حان الوقت أبو ريهام باش الاتحاد يرجع لدوره النقابي ويبعد على دوره السياسي لأنه جزء هو من مشكلة 10 سنين. الاتحاد جزء من مشكلة 10 سنين باش التونس يعرف معتمد ما يوفقش عليه الكاتب العام بتاع المحلي للشغل يروح الوالي ما يوفقش عليه كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل يروح البي دي جي ما يوفقش عليه كاتب عام الجامعة يروح هذه حقيقة عشان تلت 10 سنوات مش المشكلة لهنا تدخل الاتحاد شريك حياته كامل شريك فيش شريك في الحكم معناتها في منظومة الحكم يا رحم بياك هذا الحشديدي 10 سنين خراب الاتحاد شريك فيه هذا كلام بورب سايس نجم عطوه عنوين لا انا ما وصفتش بالعشر سنين بالخراب انا مش من جماعة اللي يقولوا 10 سنين خراب يا ولدي لا لا ما تلبسنيش ما لم أقوله لما تلبسنيش ما لم أقوله 10 سنوات من تاريخ تونس خراب مش خراب هذاك تقييم سياسي أنا سمعت سي سامي الطاهري سي نور الدين طابو يقولك لا يمكن العودة لدار 24 10 سنين لبلاد تعب وتراهم 10 سنين خراب هذا تقييم قيادات الاتحاد الشغل هذا هم أحرار في ذلك هذا تقييم الاتحاد والناس كل تعرف اللي هم شركاء حقيقيين في الحكم شركاء حقيقيين في الحكم هذه يا بو يلزم نعرفه شكون السبب باش البلاد ولت هك شكون باش سلفنا 100,000 مليار 100,000 مليار وما بنيناش قنطرة شكون المتسبب في الشيء هذا رينا مسالفين 100,000 مليار قنطرة ما بنيناش شكون الاتحاد فوق راسي من فوق حكومة يلزم اتحاد قوي حكومة الرئيس قادرة تصمد قدام الاتحاد عام الشغل إذا كان قرر الاتحاد التصعيد نجيب. حكومة الشعب مش حكومة الرئيس إيه خلينا حكومة الرئيس توا حكومة الشعب يعني حكومة في نظام الرئاسي متاعنا حكومة الشعب يا نجيب ماناش نعملو في الشعر الحكومة حكومة السيدة نجلة بودن باه قادرة تصمد إذا كان الاتحاد صعد أنا نقولك الاتحاد ما نجمش يصعد للبلافون الاتحاد مش الشعب يمشي نجم يمشي حتى الاضراب العام هو أخي هانو عمل زوز ولا ثلاثة اضرابات عام في عند يوسف الشيخ معناتها الضرب العام ومن بعد معناتها لأنه هل البلاد رح تتحملها معناتها نتصور أنا في الاتحاد فما برشا وطنيين صادقين ومصلحة البلاد تو تتطلب أنا اليوم على جماعة النقل تخلينا نفرحوا خلنا نبداو أخويا حتى خطاب الرئيس للترس العام كان خطاب تجمع على خطاب الرئيس معناتها اليوم بداية سنة جديدة تعليش من ضربة الأولى تحط العصا في العجلة خلي تتحرك الأمور واعمل على روحك نسمع غفران أي غفران اسألوا المواطنين البسطاء أي اللي بعاد على السياسة والحسابات هذاك عنده حساب يصفي في حسابه مع الاتحاد ومع نور الدين الطبوبي زيادة هوك العقلانية متاع ويني لجنة الوساطة ومجلة الشغل ونرجع لغديك خلي نسمع الشعب اللي بلاش حسابات أنا وشعب غفران سهرة مع منظمة دولية اللي تصلها توجيه شوف الشعب بتاع المنظمات الدولية تفضل انا كمواطنة بسيطة وكملاحظة هكا لشأن العام البعيد لبعيد السنة العشر سنوات الأخيرة برغم الاتحاد في بعض المحطات لعب دور كبير ولكن للأسف ديما قاعد يوصل في رسائله السياسية على حساب الشعب التونسي هذا هو انا تقديري الخاص شعبه يعمل من خاصة اني وقت نسمع امين المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سي سلاح الدين السيل اللي يحكي لنا أبار اللي نحن اليوم راهو هذا اليوم سيبون توا قمنا وما فماش ترونسبور والكل وميسالش اللي مشى يخدم مشى واللي قصوا عليه ولكن باش يتزامن لو 25 لو 26 جانفي باش يتزامن أبار انه فما اضراب نتاع نقل فما اضراب نتاع الستيك
شركة تونسية للكهرباء والغاز. شركة تونسية للكهرباء والغاز. تابعين النقابة تابعة للقيادة. هو نجيب قال ما فما شيء هذاك النقل والبلافون. هو قال هذا ما يقف على كلامي هو برك ما عندوش نجيب كل شيء. نور الدين طبوب يحكم كان في النقل ويخدم بالنقل كهو. هاني نقول لك أنا لو 25 ولو 26 لعنا لا نقل ولا عنا لا ضو ولا حتى. لا 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 إضراب في الضو مش معناها الضو باش يتخسر. إضراب في الضو والعوائل تاع ستيك ما يخدموش وكهو. والله أنا مشي في بالي باش يخدموا علينا الضو. لا لا الخدمات ديما مؤمنة. مشي في بالي في لو 25 ولو 26 مانيش باش نخدموا. غفران تو انت زادت تبارك الله عليك منفتحه على العالم وكذا وتتفرج في الاجواء في فرنسا والتحركات الاجتماعيه شبينا ما نسمعوش اللغه هذيه ونقابين يعملوا في سياسه في فرنسا ونقابين يحبوا يطيحوا ماكرون ونقابين يحبوا يعملوا مشكله للكذا ويحطوا في العصاف العجله ونقابين معناها هي تعليق عاديه تحركات احتجاجيه في بريطانيا سخر الجيش باش هبط يعني في بعض المواقع كما السبيطارات كما النقل في وما غير ما يقولوا زاد راهو هذه نقابات تتامر وكذا علاش عندهم عندهم مشاكل اقتصادية قد اللي عنا نحن هما صح متأثرين ممكن بالمشاكل العالمية والكل ولكن بالطريقة اللي نحن سي يعني قريب شوية ونوليو القريب متاع الله يعني دونك كان عذر لي نشيد الاتحاد بربي يا خليل لأنه اليوم تجني كبير على الاتحاد ما يلعبش بالحق دوره الحقيقي دوره النقابي اللي هو يحكي على الحقوق متاع العمل وغيره وغيره وعلى المستضعفين والناس الفقراء والكل كان مش هو خدمة النقل شو يعمل لهم كان مش هو يدافع عليهم خدمة النقل شنو يعمل لهم يا أخي نحن مش بالك شي شعب كله اوني دي سويس كنا لاباس علينا والكل ما هو نحن فقراء يا اخي فما هذوك نتاع النقل وفما فما عمل اخرين زي اللي اليوم ما لقاوش كيفاش ينجموا يمشيو يخدموا الاخرين ما لقاوش شكون يمشي يقراو خلي باش يقعدوا توا هكايا بالحق حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت قداش باش يقعدوا هكايا بالحق ابداع تغيرت بالطاوله بدلتها ولا التحاليل في العمق تو نحكي لك السار مو قابلتها ليه يزي بلا لاب خلي هنيسة تعطينا الأخبار الساعة وفي شكلها جديد وفي الجو جديد وفي البلاتو جديد وفي الضخامة أنيسة مكشاح عطينا الأخبار يفهم يفهم انتم تسمعوا في إميسيون إمبوسيبل مع برهان بسايس على EFM أحلى راديو السبعة وثلاثين دقيقة هذه إيميسيون إمبوسيبل على EFM أحلى راديو حلقة الاثنين 2 جانفي 2023 أول حلقة في العام الجديد الغالب بديناها بالإضرابات بديناها بالأجواء بديناها بالاتحاد ولكن رغم تشويهات نجيب الزيري ورغم كل شيء يبقى الاتحاد عصي على عمري ما نشوه الاتحاد واي معركه دخلها الاتحاد ديما ربحها ديما خاسر عمره ما ربح كيف الاتحاد عمره عمره ما ربح عمره ما ربح الاتحاد عمره ما ربح عمره ما ربح المعارك من سمي لي معركه برك سمي حطوا معركه التحرير الوطني معركه بناء الدوله محمد الصياح حب يقضي على الاتحاد ويعمل الميليشيا هي ربح محمد الصياح في المعركه هذيك تي لا قل لي وقت اللي حبيب عاشور نحاه النظام نحاه النظام اسماعيل السحباني دخلوا بن علي الحبس عبد السلام جراد مريق المسنتر مع بن علي معارك شخصيه هذيه اما المعارك الحقيقيه اللي خاضها الاتحاد مؤسسته شنو لا ذاك الاتحاد شكون ربح على البيروقراطيه النقابيه انا لا لا خليك من الاشخاص لا لا ما خليني جزء ما خليني قاعصي 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 وانا باهت فيك نجيب وانت اليساري معناها واللي تحكي بلغه يمينيه خلي يشعل النقابه ويزي من السياسه والاتحاد كذا يعني كي دور في الصحيح معناها تميح لليمين غديك في الواحد انا وشبيه الاتحاد مع اليسار تو الاتحاد انت وهك يا بريان يعني الاتحاد يعطيك في مصالح بتاع العين بتاع البلاد مصالح كلام فارغ هذا زياده هو نحب نلاحظ انه يخطئ من يتصور انه الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمه نقابيه مطلبيه في ابتعاديه بالضبط الاتحاد العام التونسي للشغل هو دعامه من دعامات الدوله التونسيه وهو احد فهمتني صناع هذه الدوله من محرره التحريرية إلى اليوم واحد اثنين الاتحاد هو ضمانة أساسية للاستقرار بتاع البلاد ودليل ذلك اليوم الأنظار في الأزمة تعيشة في البلاد كل الأنظار تتجه للاتحاد باش يعرف يدور وازن في إنقاذ البلاد من وصلت والأنظار زاد الآن تتوجه وبكل خوف وبكل توجس للصين يا زياد كما كل عام في نفس الوقت كنا نتحدث على الصين حاجة عابرة حاجة اسمها درشنية كورونا ما كورونا ولا شنو الفيروس يتوسع فما إجراءات
قاعدين يعملوا فيها دول صديقة ودول شقيقة، دول قريبة لنا كما المملكة المغربية، وقفت حركة الطيران من وإلى الصين ومنعت دخول أي مسافر من الصين. هل نحن أمام إمكانية موجة جديدة متاع كورونا أم ما زلنا بعاد باش ناخذوا الاحتياطات متاعنا، أو يلزمنا بالفعل نفيقوا ونقدروا أنه إمكانية أنه ينفلت الوضع الوبائي؟ حبينا نعرفوا المعلومة من مصادرها، ومصادرها ما تنجمش تكون خير من الدكتورة جليلة بن خليل الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. دكتورة جليلة صباح النور. بخير، مرحبا بك، وكل عام وانتم حيين بخير والشعب التونسي بخير. سنين دايمه يا دكتوره هنا نتفرجوا في البلاتوات، اوروبا هاي ترعش برشا بلدان زاده كيف كيف. طمنا شنو وضعنا في تونس بخصوص وباء الكورونا؟ الو، بالنسبه للكورونا نحن وضعنا مستقر الايامات الاخرانيه هذيا. احنا معناتها انت قلت في التقديم تاعك كنا خايفين من موجه جديده، احنا الموجه هذيا رانا قلنا اللي هي فما امكانيات باش تصير عندها برشا، معناتها قلنا اللي يمكن في اخر ديسمبر وجانفي باش تجينا موجه جديده نتاع كورونا هذيا حسب الاخصائيين في الابيديميولوجي. دونك معناتها هذه كنا منتظرينها، وهي في تونس الخاصيه نتاعها كونها جات متزامنه مع لي فيروس الاخرين نتاع النزله وبرشا فيروسات نتاع لي فيروس ريسبيراتوار نسميهم نحن. دونك هذاك علاش جات قويه شوي. باهي، نرجعوا للكورونا. بالنسبه للكورونا كما قلت لك احنا متوقعين باش تصير موجه. لي شيفر اللي قاعدين تخرج فيهم وزاره الصحه في كل جمعه هما يدلوا اللي قاعدين نطلعوا بشويه بشويه. فما كنا في شهر نوفمبر كان تفكروا اقل من 5% اللي هو سي لو سوي اللي نبداو منه نقولوا لازمنا نردوا بالنا اكثر من العاده. توا قاعدين ما بين 6.4 6.2. دونك انت والجمعه ما قاعدين العدد زاد شويه. معناتها لا فيتيس ماهيش كبيره برشا اما قاعد يزيد. فما زاد بعض الاشخاص قاعدين يرقدوا في المستشفيات، معناتها في فتره ما عاد عندنا حتى حاله كوفيد في السبيطارات، توا بداوا يرجعوا بشويه. دونك اي بداوا يرجعوا بشويه بشويه. فما صحيح اللي الحالات الخطيره ماهيش برشا اما موجود كمان، وهذاك علاش توا نحن يلزمنا معناتها ناكدوا على الاجراءات الوقائيه اللي استنتوا بهم التوانسه، معناتها كل ما يحسوا بشويه هكا اختر يرجعوا يلبسوا الماسك ويرجعوا يردوا بالهم شويه. دونك هذيك هما الاجراءات بيان سور، ابار هذا فما التلقيح. دكتوره بربي قبل ما نوصل للتلقيح وكذا، يعني انت تقول لي احنا في اللجنه متوقعين انه باش تجينا موجه. حسب توا الخريطه الانتشار الوبائي عالميا توا ونشوفوا حاله الفزاعه الموجوده في الصين وغيرها وكذا، يعني تتوقع وقتاش باش يكون عندنا ما يسمى البيك بخصوص بخصوص الموجه الجديده هذه؟ هو البيك صعيب باش نقولوا وقتاش، على خاطر معناتها مرتبط برشا حاجات. الحاجه الاولى هي معناتها لو كومبورتمون تاع التونس. تنجم تكون معناتها بيك ماهوش كبير ياسر، اما باش نقول لكم وقتاش بالضبط بعد شهر بعد شهرين صعيب شويه معناتها التكهنات هذه. اما احنا قاعدين نتابعوا في اللي قاعد صاير في العالم. قاعدين نشوفوا شنو صاير في الشين، والشين هذيك راهي في بارتيكولير خاطرها من الاول الصين عملت ذاك البوليتيك دو زيرو كوفيد اللي هو ماهوش ممكن. البوليتيك تاع زيرو كوفيد راهو سي هاو تشوف في الصين توا كيفاش قاعده تدفع فيه الثمن هذاك. مي يلزمنا نعرفوا نتعايشوا معاه الفيروس هذا. دونك نتعايشوا معاه بالاجراءات الوقائيه. المتحور جديد دكتوره جليله هذا يحكيوا على فيروس من بعد لوميكرون هذا سماوه حتى فيروس يوم القيامه هكا في هكا مسمينه في الصين يوم القيامه. اللطف اسم يخوف ديجا مسمينه هكا. هذا ايش اللي حكيته المتحور هذا؟ مازلنا المتحور مازلنا معناتها نعرفوا اللي فما المتحور هذا البي كيو اللي تحكي عليه انت هذا الاخراني. ايوه بالضبط هذا هو. هذا هو معناتها
راهو اللي نعرفوا عليه كونه ينتشر برشا معناتها رابيد هو اوميكرون راهو مش حاجه جديده كان اوميكرون ينتشر ياسر اما اللي حد الان ماهوش يعطي في حالات ياسر خطيره فما حالات بيانسور فما عباد ديما تقعد باش تعمل حالات خطيره راهو هذايا اللي لازمنا نعرفوها واللي هما عباد معنيين معناتها نعرفوهم شكونهم وذوكم اللي يلزمهم يبادروا بالتلقيح قلت لك عاد احنا قاعدين نشوفوا في في التطورات الوضع الوبائي في العالم ونتبعوا في اللي تنشر فيه الناس ونتبعوا في البلدان شنو تنشر نعرفوا اللي معناتها ثم مناطق اللي طلع فيها البورسنتاج تاع الكوفيد 18% بعد ما كان 8% ثم بلدان اللي تعدات البيك وهبطت فما بلدان قاعده معناتها ستابل دونك احنا يلزمنا معناتها نتابعوا قاعدين نتابعوا بدقه في الحكايه هذيا وقاعدين يلزمنا ناكدوا التوانسه على الاجراءات الوقائيه اللي هي الاجراءات الوقائيه يا دكتوره ولا. نرجع لحكايه التلقيح وانت بديت باش تحكي على التلقيح فهمنا توا كتلقيح هذاك اللي عملناه نحن عنده عام توا تفسخ ويزم عاود من جديد ولا هذيك نسميه ملقحين ولا رجعنا صفر تلقيح يتسمى خاطر ما نعرفش حسب خبرتي العلمية المتواضعة يقولوا راهو هذاك امسح ميت هذاك تعدى فك مشى على روحه معناها يلزم الناس الكل تعاود ترجع تلقح ولا كيفاش بالضبط هو اللي توا ممسوح به كونه بالنسبة للتلقيح الأشخاص المعنيين أولاً بالتلقيح هم الأشخاص اللي عمرهم أكثر من 65 سنة مسنين عندهم أمراض مزمنة ولا ما عندهمش الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مهما كان العمر متاعهم النساء الحوامل على خاطر يعملوا حالة خطيرة والأشخاص اللي عندهم السمنة المفرطة زادة كيف كيف هذوما اللي شفناهم في الموجات الأخرين معناتها كانوا هما اللي دفعوا برشا الثمن بتاع الكوفيد هذا بيانسور فما المهنيين بتاع الصحة ذوكم خاطرهم يلزمهم يكونوا ملقحين بالنسبة للمرضى نتاعهم باش ما يعديوهمش دونك هذوما هما اللي توا في الوقت الحاضر معنيين بالتلقيح هذا هذا مش ما يمنعش كونه الاشخاص الاخرين ينجموا يلقحوا اما احنا اللي عرفناه بالنسبه للتلقيح القديمه بالنسبه للتلقيح القديمه اللي شفناه والدراسات العلميه اكدت اللي بعد 4 أشهر 6 أشهر تبدا المناعه نتاعنا تضعف على الاخر بالنسبه للفيروس هذا دونك هذاك علاش اللي عملنا توا عندنا اكثر من 6 أشهر بالضبط نجموا نقولوا المناعه نتاعنا معناتها طاحت برشا ونجموا نكونوا نمرضوا معناتها بالفيروس نجموا ما نعملوش حالات خطيره بيان سور خاطر فما دو تيب ديمونيتي هي ايموغال وسيلولير اللي يقيسوها هي اللي طاحت الاخرى تنجم تكون موجوده شويه دونك تنجم تدافع علينا اما مش بالطريقة اللي كان نعاودوا نلقحوا بها بالضبط دكتورة جليلة بن خليل يعطيك صحة على التوضيحات الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا كنت معنا مباشرة في ميسيون بوسيبل على اف ام احلى راديو شكرا جزيلا هل من تعليق توا فهمت علاش البريود اللي فاتت بقريب بركة عادية كيفاش كانت الناس تعبوا ما تنجمش تقوم من الفرش يعني على حسب ما فهمنا يعني يمكن من الاعراض البوست نتاع الفاكسان والكل الجانبيه والكل يجيو انك تفقد المناعه نتاعك ونحنا قاعدين نفقدوا في المناعه نتاعنا دونك على حسب ما فهمنا توا لازمنا نعاودها هاني فسرت لكم بعد ما عملنا التلقيح ونعديت راس العام بعد ما كملنا التلقيح توا ما دخلنيش في الموضوع امشي توا التلقيح بعد ما كملنا لقحنا والكل فقدنا المناعه نتاعنا نقصت المناعه نتاعنا هاي الدكتوره كانت تفسر الحمد لله شفت وقت اللي تعطى الكلام مباشره بعد العلم للشعوذه اش لازم تفسدنا تدخل كامل بتاع الدكتوره جليل تاع الدكتور جليل قالت لك راه التلقيح اللي عملناه ضد الكورونا عنده مده توا راهو ما عادش في كاس ضد الكورونا لازم نعاودوا تلقيح اخر اما مش معناها التلقيح هذاك طيح لنا المناعه نتاعنا تجاه كل الامراض بما فيها الجريب والكورونا وغيرها انا متاكده دكتوره جليل حابه تقول الكلام اللي قلته لا مستحيل بس ما تغلطش العباد دكتور نجيب بربي يفسر لها دكتور نجيب راهو في العلم ما نقشوش
العلم ما يكذبش. العلم ما يكذبش لو كنت تقولوا باش تفسروا باش تفسروا الفاج هذا يعني باش تفسروا عندنا عامين هذايا بتاع القريب عندنا عامين ما مرضناش باكلنا عملوا فيه اللي بدنا ما تعودش بالقريب جاي القريب غشمه كيف عاود عاود جاي القريب غشمه غشمه القريب يا اخي الناس تهشش رقا خلايا وطنيه مش صادقه في البدنات نقرغد نقرغد هيك والله لا فما برشا طب والله يا برهان نحكي لك موضوع راه وصدق راه مشاكيك راه يقول لك لي فما الاعراض الجانبيه نتاع التلقيح فما برشا ناس ما عادش عندها نفس المناعه اتجاه الجريب حتى بعض الامراض اللي يقولوا لك كنت نجم نسال مدام جليله بخصوص المساله حتى انا هذه شك فيها راه انه قصه التلقيح ضد الكورونا خلى المناعه نتاعنا ضد الفيروسات الاخرى تقل شويه لانها هزت المضادات الحيويه بتاع الدفاع الخلايا الداخليه فقط ضد الكورونا ذو خلتنا ضعاف ما نعرفش علميا رانا نجم نكون قاعدين نشعوذوا هكا بعد دخل الدكتوره جليله اللي نحب نقوله لان الدكتوره جليله قالت لحد الالباس ما فماش حاجه الاغمانت رغم اللي الصين حتى قبل وقت اللي الصين عاملة حجر صحي نحن هنا ما على بلناش دي ضرب في الصين المرضى وبعيد هاو بعيد ريت انت المغرب لانها سباقة المغرب حبست الدخول والخروج من الى الصين ربي معناتها راهو الصين فيها حجر صحي تو ربي يقينا ان شاء الله الشر نتاع الكورونا مش البلاد مش ناقصه هي تو عاد كمل تصدم علينا كورونا مره اخرى عاد وقتها عاد نمشي مخلطه صلاه استسقاء وصلاه كورونا وصلاه كل شيء ونسلموا امرنا ربي يرحمنا ربي يرحمنا وكهو يلا نفوت رفيق مع شيماء ونرجعوا لبقيه اخبار كونغرس اللوردات Shell V-Power, le carburant premium, il y a un moteur carabtek Axelnage à Ophéréle. Shell V-Power, super sans plomb et gasoil sans soufre, est le produit de l'année, le lame Fénir la Tawéli. Mais ça va, l'Ashram Tasbeh, émission impossible. Bourhane Psaïs, à la IFM, Ahla Radio. 47 دقيقة تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على يفا محلى راديو هذه حلقة 2 جانفي 2023 هاكم شفتوا بدينا بالأخبار كلها معنويات مرتفعة أخبار كلها موجات إيجابية نواصلوا في الخط بتاع الموجات الإيجابية إضراب في النقل كورونا فما إمكانية تجينا من الصين نكملوا في الجو الإيجابي نكملوا في جو الفرحة والتفاؤل هل حقا نحن تحت خط الجفاف ولا هاكم تشوفوا الأجواء المطر ما صبتش حتى التوى يا زياد تقريبا ملف زاد من أخطر الملفات اللي نواجه فيها اليوم خط الجفاف اللي احنا تحته البلاد شاحت سدود ما عادش مليانة السدود يعني فارغة اليوم تقريبا نسبة الامتلان فيها أقل من 25% وين ماشيين بالوضع هذايا وشنية التنبؤات بالوضع المناخي رسول الله قاعدين نشوفوا الخليج اشتاية تصب السعودية اشتاية تصب القطر اشتاية تصب الولايات المتحدة هذيك العاصفة الثلجية كذا أوروبا اشتاية تصب وهي حابسة لهنا في شمال أفريقيا البريفيزيون اش عادنا اش ما عندناش فماشي حويجة للجمعة الجاية اللي بعدها بقيت خاصة توا مراكز الرصد الجوي تنجم تعرف الشهر الجاي ايش عندناش ما عندناش انا باش ناخو محرز الغنوشي المهندس في الرصد الجوي زميلنا محرز اللي ديما يعطينا النشرة ونتبعوا معها احوال الطقس لكن قبل ما نتحصلوا عليه توا في المكالمة الهاتفية زياد الدولة مخلي روحها الرحمة ربي ولا كيفاه فما استراتيجيات فما بدائل في الموضوع هذا فالتغيرات المناخية العالم كامل حكاية على التغيرات المناخية من اللي جات الصيف وموجة الحرائق توا التغيرات الخاصة في الشتاء وهنا نشوفوا فيها كيفاه الشتاء جاف واحنا منتعاملوا مع المسائل في إطار أجواء المؤامرات والسياسة وفما شكون يحرق فما شكون يعمل اي الشتاء شكون سد علينا الشتاء زياد أنا النهارين الفاتوا قريت بقال هاب في بزنس نيوز ما نستحضرش للأسف اسمه كاتب بدين بقال هذا والعنوان في المتكي متاعه ما الواد فينانس دوميل بور 2023 قانون مالياتي لسنة 2023 أول نقطة في نقالها لو كان أنا في نبيدي في القرار هو توجيه التركيز بتاع الدولة على مسألة تحلية المياه بتاع البحر
واستغلال الطاقه الطاقات خلينا مش عندنا المشروع هذايا وقتها من 2018 المحطه هذيك تاع تحليه مياه البحر في الساحل في سوسه ما فهمش معناها يخدم قاعدين نحليو في مياه البحر نحن في تونس ولا زياد هو الواضح انا ما عنديش الارقام في الدقيقه لكن اللي قاعدين نحليو فيه بعيد كل البعد على تلبيه الاحتياجات نتاعنا نحب اللي هي بربي باش نذكروا الاحتياجات نتاعنا زوز حاجات فلاحه للأرض وشرب. واستهلاك وشرب المياه المياه اللي قاعدين نستهلكوا فيها وتجينا في الدارك اللي نحلوا السبالة باش يهبط الماء هذه زوز الحاجيات بالإضافة لحاجيات أخرى فرعية تخص المعامل وتخص غير ذلك من أشكال الاحتياج للماء يحكي لي زميلي محسن عبد الرحمن زميلنا في رئيس قسم الثقافة في جريدة الشروق نهاري نروح التبار هو أصله في تيمغادي فيقول لي يشكيوا الناس غادي الفلاحة في يشكيوا كيفاش أنه الدولة فرضت عليهم خاطرهم راهو الزراعات السقويه استاره ما ثماش وهم في معناها بجر بجنبهم هي. فعنده صديق معه في الطاوله قال له عاد التغير معني انت عندك البير في الـ في الـ في الارض نتاعك قال له البير نتاعي ما فيه حتى قطره ما فيه حتى قال له مش هذا برك قال له انا البير نتاعي على 10 امتار قال له فلان صاحبنا يوم نفس المنطقه اللي عامل سونداج على 50 متر راهو ما عنده حتى قطره وهذا اللي اختار مني وهذا اللي اختار خليني هاو معنا زميلنا وصديقنا محرز الغنوشي مباشره محرز صباح النور صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل فريق العمل معك وكل مستمعي راديو يعيشك يعيشك محرز انت كنت تقريبا من الناس اللي بديت تنبه وتطلق في صيحه الفزاع ونشعلوا الضوء الاحمر بخصوص الجفاف وبخصوص الوضع اللي قادمين عليه في تونس مع انحباس الامطار الساعه طمنا شنو هي راداراتك اش تقول يا محرز الى متى الوضع هذا شتقنا قطره نتاع ماء ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا هذا اللي نتمناه هو احنا ديما نقولوا الغيث ولو قطره وبعض القطرات مثلا متوقعه وسط الاسبوع في اقصى الشمال ممكن في ولايه بن زرت ولا جندوب انها الاربع قد تنزل بعض الزخات المحليه فيما بعد ذلك فانه انطلاقه هذا الاسبوع باش يتواصل فيها صحو الاجواء ظاهره الرباب هي قد تتعلق منها نشيد من المتابعه مع انطلاقه نهار اليوم خصوصا في السواحل الشرقيه لبلادنا حاليا مدى الرؤيه الافقيه تراجع الى مدون ال 500 متر في المنستير الثانيه بالنسبه لمفيده من ولايه سوسه من بين 3000 متر في بقيه المعتمديات الساحليه الشرقيه ضباب من نوع الاشعاعي ان شاء الله باش يبقى بشكل نسبي في الساعات القادمه هذا ضباب هذا ضباب معناها لكن حسب ما فهمت منك كنت محرز معناها ما تحب تستحفظ لنا على معنوياتنا شويه انه الصحو هذايا تقريبا مازال مواصل مازال باش يطول معنا هو على المدى القريب اليوم وغدوه تقريبا صحو مازال نسبيا متواصل نهار الاربعاء كما تمت الاشاره بعض الامطار قد تنزل في مناطق اقصى شمال غربي لبلادنا ماهيش كميات كبيره امانه هذه تقريبا ما هو ثابت فيما يتعلق باخر تحديثات مختلفه النماذج العدديه اللي تم الاعتماد نتاعها لاعداد التوقعات الجويه بالنسبه حتى لتطور الوضع الجوي نهايه هذا الاسبوع بعض القطرات قد تنزل في عدد من المناطق الساحليه بما في ذلك ممكن الجنوب الشرقي خلال يوم الجمعه ماهيش كميه كبيره انا ما ربي يغيث ربي يرحمنا لين تنعم باهي محرز شنو تفسيرك انت وانت مهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي شنو اللي قاعد يحصل كي الناس تشوف في الخليج الامطار قاعده تصب السنة يبدو كانه استثنائي كانه ما شفناهش معناها العباد حتى في حوايجها حوايج الشتاء ما لبسناهمش تقريبا الصوف ما عنده حتى معنى الواحد شو حصل ما الذي يحصل معناها مناخيا هكا في العالم وفي بلادنا تحديدا هو تقريبا احنا قاعدين نعيشوا في اثار التغيرات المناخيه كل ما تحمل كلمه معاني بالنسبه للطقس شمال افريقيا بما في ذلك تونس اللي شهدناه في اغلب فترات شهر ديسمبر هو صعود المرتفع الازوري بشكل كبير المرتفع اللي هو منع التقلبات الجويه العاديه كونه توصل الفتره هذه الحوض الغربي المتوسط والشمال افريقيا وهذا اللي فسر به غياب تساقطات وتجاوز درجات الحراره مستوى الارقام والمعدلات العاديه تقريبا في العديد من الايامات الفارق مقارنه بالمعدل العادي شهر ديسمبر وصل حتى العشر درجات مئويه انا هنا تذكر الاشاره كونه مبدئيا ما سجلناش ارقام قياسيه باعتبار انه الدوله على تونس سنوات 2009 2010 وضعيات جويه مشابهه تم تسجيل فيها بالضبط تم تسجيل فيها ارقام قياسيه اللي هي كانت في اغلبها بين 27 حتى 33 درجه والرقم القياسي لشهر ديسمبر على سبيل المثال هو 33.2 اللي تم تسجيله في نابل
لكن سامحني مخرج، يعني الـ الاستقرار في الحاله الجويه هذا هو خصوصيه عام السنه. بتاتر في 2009 كما قلت جيت وصلنا عملنا 30 و32 في ديسمبر، لكن المره هذه معناها مطولت معناها الحكايه على مدى شهر ديسمبر كامل، معناها حتى لتوا الناس مشتاقه للشتاء، الفصل الشتاء بالمعنى التقليدي للكلمه. صحيح، ممكن هذا تقريبا اللي ميز شهر ديسمبر لسنة 2022 طول المدة. غياب التساقطات عز الأمطار تقريبا في العديد من محطات الرصد الجوي الرئيسية وصلت 95%، خصوصا في مناطق الوسط وإلا الجنوب. ممكن في شهر نوفمبر هو شهدنا بعض التساقطات اللي كانوها في مناطق أقصى شمال في بنزرت في باجة وإلا في جندوبة، ثم بعد ذلك فإنه فترة غياب الأمطار توصلت لمدى طويل برشا. ديما نقولوا احنا الخير ربي كبير، ان شاء الله نشوف 2023 وضعيه جويه تمتلك فيها اسلوبنا وتحسن فيها منسوب المياه ذات منها ان شاء الله. هذا محرز غنوشي، شكرا جزيلا ليك، كنت معنا محرز غنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نجيب، يعني الوضعيه من نوع هذية، انا نقرا في بعض الاصدقاء اللي يكتبوا يقول لك باهي طقس جميل صحيح شايح ما فماش مطر، علاش ما نستثمروش زاده في الوضعيه المناخيه الجديده هذه؟ اليوم عندك ربيع، انت تنجم يعني حتى كوجهه سياحيه بالنسبه لاوروبا البارده واوروبا اللي تفركس على الشمس، هذا طقس اصبح طقس جميل جدا، علاش ما نشموش نستثمر فيه؟ هلا غالب ربي حرمنا من المطر، مع الاقل نعوضوه في جانب اخر. من المفروض برهنا الدوله في الوضعيه هذه تحضر روح، وانا في تقديري تو مذابة فما صحوه، خاطر ربي طيب يرحمنا بالمطر، اش عملنا في السدود؟ خاطر في بالك نصب المطر الميل باش تصبه البلديات حضرتك الواحده معناتها وين يا نجيب يا حصر؟ هذيك كنا نستناوها في سبتمبر هذيا توا هي ها ونتو في ديسمبر والميلوسي كي تراه برجه يسخف اصلا معناتها بالطبايع والميلوسي وكذا. من المفروض الدوله تحضر امورها في قانون الماليه، راهو فما تشجيع على المجل يلزم يمنتو المواطنين، لانه في قانون الماليه فما تقريبا قيمه 200 مليار ولا 20 مليار الصور مش برشا يدعموا في اللي باش يعملوا الماجل من تو. الناس تمشي تاخذ وتحضر باش ربي يرحمنا بالمطر تلقانا حاضرين. الحاجه الثالثه بريت يلزم زادك الزراعات، تو نحن نزرع في الطماطم واكثر حاجه راهو 75% من استهلاك الفلاح، والفلاحتنا نحن كالفلاح تشرب برشا ماء، تو الطماطم والفريز وكذا يشرب برشا ماء، يلزم زاد الفلاحه بتاعنا نبدلوه، اكل فلاح ما تشربش برشا ماء بقل كملوا نستوردوا طماطم مالا ونستوردوا الواحد نزرعوا الطماطم وناخذوا فيها ب 4000 عاد كان راهو الوضعيه بتاع الماء اهم الطماطم. نعرف يلا هذا وغير وزياده ونرجع لك ما يسالش نستأنفوا الحديث عليه اخرى، زاد نعرف كيف تحكي في الموضوع هذايا. خلينا توا مع الميتيو بعد الاخبار مع انيسه مكشاح، وبعد نرجعوا لميسيون امبوسيبل.